ابو اللافت هذا لازم يا خساره تعرف الله يحرسكم ان شاء الله. الله يبارك. اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. الله اهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك. هذا واحد عن شبيل شيخنا عزيز عرفك على الوفد المعروف ان شاء الله. منتظر يا الله منتظر حبيبي عزيزي الشرف منتظر حبيبي. الله يحفظك بعد قلبه سيدي عزيز. الله يحفظك. تفضل هنا شيخ تعال هنا بجنبي. يا اهلا ومنتظر عزيز. اهلا اهلا وسهلا. يا الله وبعدين يا حبيبي يقول ماشي بعمل شويه بعد اليوم شفتك مرتين وكلش كافي. ما شاء الله الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. اهلا وسهلا. انتم ما دام آل شبل هنا ولكم معزه في قلوبنا يعني يقولون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هذا المعنى القراني وهذه من علامات الفساد. الله سبحانه وتعالى يبين ويرسل لنا علامات حتى نعرف اننا في المقام والمكان والزمان والفعل والموقف الخاطئ. علينا ان نصحح. الان العراق كما يقال يعني مبشر ب يعني 300 يوم من العواصف الترابية والجو السيء وما يترتب عليه من تداعيات. نحتاج إلى أن نغير ما بأنفسنا حتى نرفع أيدينا للدعاء حتى يستجاب لنا إن شاء الله. نزلكم الدعاء جميعا إن شاء الله. حبيبي مرسول العزيز زيف أهلا مرسول أهلا حبيب. الله يحبه إن شاء الله. الله يبارك الله يحرسك إن شاء الله. نروح قلنا صورة أنا إن شاء الله. أبو علي يعني قلنا راحت علي صورة. الله يحفظك. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يحرسكم. الله يحرسك. حبيبي نحن بالعم أبو الأسود. الله يحرسك. الله يحرسك. لا الله يحرسك. الله يحرسك. الله يحرسك. الله يحفظ لا يخفى علينا إن شاء الله. الله يحرسكم وينصركم عزيزي. أنا حسن حبيبي أهلا ومرحبا شرف بكم جميعا. أهلا وسهلا. الله يحفظكم إن شاء الله. أهلا أبو علي هذا أبو علي حبيبي. أهلا وسهلا. أنا أبو حيدر قاسم. أهلا عزيزي ما شاء الله. أنا مرة طقت صور بخير بس ما طلع فدد فدد اثنين الله قبل له ثلاثة. الله يحرسهم ويحفظهم إن شاء الله جميعا. الله يبارك لهم إن شاء الله. الله يحرسكم الله يوصلكم. الله يبارك لكم. أهلا وسهلا. حسين حبيبي أهلا وسهلا. أهلا أهلا أحمد عزيز. بعد وقت سيدنا الله يلا بالخدمة أعزائي. أنا زاوية الله يحفظهم إن شاء الله.